ملهاش في التجميل ونفست على لقب أجمل 50 امرأة في العالم. ما كملتش دراستها وأبوها اكتشف موهبتها وابنها شالها من على الأرض. ما عاشتش طفولتها والموسيقار عمار الشريعي وش الخير عليها. بتعشق الأكل الصيني والعين السخنة مدينتها المفضلة وملهاش في المكياج الأوفر. ما لا تعرفه عن المطربة أمال ماهر. يا ترى إيه هي أبرز أسرار حياتها؟ إيه اللي أخوها عمله لما عرف إنها عاوزة تغني؟ تفتكروا اتجوزت كم مرة وإيه حكايتها مع الأكل الصيني؟ يلا بينا نعرف تفاصيل قصة حياتها كاملة في الفيديو ده، بس خليكم متابعين الحكاية للنهاية. طفولة أمل ماهر وحياتها من صغرها كانت غريبة حبتين ثلاثة. تخيلوا من وهي لسه عيلة عندها 4 سنين، ما عرفتش تعيش حياتها زي أي بنت في جيلها، يعني لا كانت بتعرف تخرج تلعب مع صحابها أو تطلع رحلات ولا بتعمل أي حاجة من حاجات العيال. بالعكس أبوها كبرها قبل سنها بكتير. أمل ماهر اتولدت في عيلة عادية جدا، يعني أبوها راجل موظف وأمها ست بيت، ملهمش أي علاقة خالص بالفن أو الغنى، لا من قريب ولا من بعيد، وآخرهم بيسمعوا الشرايط أو بيتفرجوا على التلفزيون، وكل هدفهم في الحياة يعلموا أولادهم. أمال وأخوها الوحيد. بس في يوم وأبوها راجع من برة سمع أمال وهي عندها 4 سنين بتغني. وقتها اتصاب بحالة ذهول من جمال صوتها. معقول ده الصوت الحلو ده صوت بنتي؟ فطلع جري عليها وقال لها غني، فغنت. ولما اتأكد من موهبتها اشترى لها شرايط لست أم كلثوم علشان تحفظ أغانيها وتغنيها. من هنا بقى كل اهتمامه ازاي يوصل موهبتها للناس كلها، وبقى يدربها ازاي تحفظ الأغاني، وفي نفس الوقت كان بياخد باله منها لما دخلت المدرسة انها تذاكر وتنجح في دراستها. هنا بقى عندها مسؤولية حاجتين، هما المذاكرة وحفظ الأغاني والتدريب عليها. ولما أخوها كبر وفهم الموضوع موهبتها في الغنى، أبوه حاول معاه علشان يعمل زيها. قال له لا أنا مش زيها، أنا عايز أركز في مدرستي علشان أطلع دكتور. بدأت أمل ماهر تشارك في جميع حفلات المدرسة، مفيش حفلة تفوتها، وكان المدرسين لما يسمعوا صوتها يقولوا عليها دي خليفة أم كلثوم. في يوم كانت بتغني في حفلة من حفلات المدرسة وهي عندها 13 سنة، سمعها أستاذ الموسيقى محمد المليجي وانبهر بجمال صوت وشجعها تسيب دراستها بعد ما تتخرج من تالتة اعدادي وتدخل معهد الموسيقى العربي. فعلا دخلته وهناك سمع صوتها الاستاذ صلاح عرام في نقابة المهن الموسيقية، فامن بموهبتها وعرفها على الموسيقار عمار الشريعي واللي كان وش الخير عليها، وخلاها تغني في الحفلات الوطنية ووصلها لدار الاوبرا المصرية واللي ادمنت موهبتها وهي هناك، وكان بداية انطلاقها. امال ماهر وهي في الاعدادية لما سألها مذيع مين هي مثلك الاعلى في الغنى، قالت له بكل ثقة وتلقائية اكيد المطربة انغام واصالة، هم الاثنين صوتهم حلو جدا وبحبه. ومحدش يعرفوا ان امال ماهر ملهاش خالص في عمليات التجميل، وتقول هعمل ايه تجميل وفي مكياج اقدر اظهر بيه جمال ملامحي، وفي نفس الوقت لازم يبقى المكياج بسيط مش اوفر. لحد ما نفست انغام على لقب اجمل 50 امرأة في العالم وخدت المركز 37 في المسابقة. أمال ماهر رياضية، لازم تلعب رياضة كل يوم علشان تحافظ على نشاقتها، وكل أكلها صحي بس قدام الأكل الصيني ضعيفة وما بتقدرش تقاوم نفسها لأنها بتعشقه. أما بقى مدينتها المفضلة فهي العين السخنة. أمال ماهر اتجوزت مرة واحدة من الملحن محمد ضياء الدين وانفصلت عنه بعد سنة، ونتج عن الجوازة دي ابنها الوحيد عمر واللي شالها من على الأرض شيل في واحدة من حفلاتها الفترة اللي فاتت. ورغم إن اسمها ارتبط بجوازة سرية من رجل أعمال وخطوبة تانية قعدت شهرين واتفركشت، بس مفيش كلام مؤكد عن اللي بيتردد ده، وكل اللي معروف رسم هي الجوازة الوحيدة اللي قلت عليها. قولولي بقى في التعليقات، هل شايفين أمل ماهر خلفت أم كلثوم في الغنى؟ طب إيه أكتر أغنية بتحبوها ليها؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.